محمد زياد الزدير مدير جهوي الحي المدنية بصفاقس. اليوم بتاريخ 19 أوت 2024، على أثر البلاغات الصادرة على المعهد الوطني للرصد الجوي اللي تقول لي فما شوية تقلبات مناخية إن شاء الله توصل من هنا للعشية في حدود الساعة مع الساعة الساعتين، انعقدت اللجنة واللي تقول اللي فما إن شاء الله يكون غايث نافع على ولاية صفاقس على كافة ربوع تونس إن شاء الله. بطبيعة الحال استباقا وتحذيرا للتقلبات المناخية هذه، انعقدت اللجنة الجهوية لتفادي كوارث مجابهتها وتنظيم اللجنة تحت إشراف سيد معتمد دلول بحضور كافة أعضاء اللجنة بمقر ولاية صفاقس. كانت التوصيات اللي موجودة والمناطق اللي تكون تنجم تكون باش تكون مهدة أكثر، ما نقولوش مهدة إن شاء الله تكون هي باش تكون فيها أكثر كميات من الأمطار، تم اتخاذ جملة من الإجراءات وتم إصداء عديد التوصيات لأعضاء اللجان المحلية واللي هما نسيخهم لكم، معناتها ماهمش كلهم نسيخ لكم الأهم الأحداث هذوما. إن شاء الله باش تكون كافة المعدات لكافة الهياكل موجودة على أهبة، باش يصير بداية من الساعة الواحدة بعد الزوال معناتها تشكيل لجنة أزمة موجودة في لإدارة الأزمات، لا قدر الله صارت لنا تدخلات ولا صارت لنا حاجة أكثر من قدر الله. اللجان المحلية منعقدة في معظم المعتمديات اللي هما يكونوا كونسرنين، كما نحكوا منزل شاكر، جبنيانة، بير علي بن خليفة، وباش تكون اللجنة موجودة في مقر الولاية. كافة الإمكانيات موجودة بعد التعليمات الصادرة على السيد المعتمد دلول، كافة أعضاء اللجنة موجودين، الاتصال باش يكون سلس معناتها ما بين كافة الأعضاء، وإن شاء الله يا رب يعطينا كل شيء على قدر مستطاعنا وتكون بإذن الله غيث نافع على ولاية صفاقس وعلى كافة ربوع تونس بإذن الله. شكرا.